هذا المقطع أمامكم. يا با شنو السبب؟ شنو اللي صار؟ ليش هاي العركة؟ ليش الضربي؟ سبب المرأة عندها سيارة ومسوي مخالفة مرورية ويكون ما يحاسبها رجل المرور. القوانين تمشي على الكل، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان مسؤول أو غير مسؤول، سواء كان رئيس وزراء أو عامل خدمة، مع يعني احترامي لكل المستويات. أكو قانون، هذا القانون يمشي على الكل. اللي خالف بالسير، اللي خالف بالوقوف، اللي يطلع رون سايد، اللي مستهتر بالشارع، هذا عليه غرامة 100%. بديهيا منطقيا مفروض يتغرم، وإذا عندك اعتراض تقدر تحاجج. لكن تجي أو تجين بهذه الطريقة وتعتدين على رجل المرور، مو حلوة بحقك أصلا. هذا الرجل واقف حتى يحفظ سلامة النظام، يعني الرايح والجاي، عفوا على هاي الكلمة، إلى التشبيه فوق ما دا يؤدي واجبه بظروف كلش صعبة، يحفظ الناس، يقلل من الحوادث، أمر ما مقبول. من برنامج صوت عراقي نحيي رجل المرور بشكل عام، وهذا اللي تعامل مع المرأة خصوصا، لأن هذا فخ يعني، حكمة وصبر وبطريقة حضارية. بشكل عام حالات الاعتداء على رجال المرور هواية وهواية تكررت. احترام رجل المرور معناها احنا نحترم النظام والقانون، اللي هو بالنهاية الكل يصب بمصلحتنا كمواطنين.